بعض الأتقياء يحسوا بخدمة الملائكة ليهم. في قصة عن شخص كان تقي، فكان يلاقي ملاك دايما ماشي قدامه بيرشده للطريق يعني، ويبعد عنه الشياطين وكده. اترسم كاهن، فما بقاش يشوف الملاك. قال الله، هو الملاك زعل ان انا اترسمت كاهن ولا ايه؟ فيما يفكر في هذا سمع صوت رفرفة أجنحة، فبيبص وراه لقى الملاك. قال له انت فين؟ سبتني ليه؟ قال له لا انا ما سبتكش، بس لما كنت شخص عادي كنت بمشي قدامك، لكن دلوقتي لما بقيت كاهن بمشي وراك. فأنا ما سبتكش. شوف قد إيه الملائكة تحترم الكهنوت وتوقره خدام الله. فالملائكة بتخدمنا وبتعرف كويس قوي تبان لمين وما تبانش لمين، ترشد مين وترافق مين وتحل مشاكل مين، يعني لها شغل. لها شغل معانا بس غير مرئي، ملائكة محدش بيشوفهم إلا فيما ندر. والملائكة تحرس أفكارنا وتنبهنا، مرة كان في راهب يعني مش قوي في الدير، فلما جت سيرته قدام أب من الآباء قال أوف، ما قالش غير كده الراجل يعني، أوف يعني بلاش السيرة دي يعني. فبعد شوية لقى الباب بتاع المغارة بتاعته بيخبط، بيفتح لقى ملاك، سجد له، قال له لعلك جئت لغيري، أنا لا أستحق أن أرى ملاك. قال له لا، ده ربنا بعتني ليك أنت، عشان أنت قلت كذا عن الراهب الفلاني، ربنا بعتني يسألك تحب نوديه فين، الفردوس ولا الجحيم؟ ما والحقيقة يوم ما سمعت خبر إنها خطفت من الطريق بيت الليله وانا يعني متاثر وزعلان يعني. فقبل ما اصحى بشويه الفجر كده لقيت السيد الرئيس فتح السيسي في حلم وايده كده بصبعه كده قال لي هترجع، فانا اعتبرت ده وعد من ربنا. ايه من خلال رئيس الدولة وهو يعني يمثل الدولة بكل فئاتها. ما 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 فأدرك ان هو ايه خد مكان ربنا في الحكم ايه.
على هذا الإنسان. ليه مفتاح الجنة مع حسن الصباح؟ ما علينا شو بيشتغل البابا؟ لك هيدا خليفة مار بطرس. فسجد وقال له أخطيت يعني. خليفة مين؟ مار بطرس اللي معه مفتاح الجنة. ربنا يغفر لي إن أنا أدنت هذا الرهب، مع أنه ما قالش غير مار بطرس وحده معه المفتاح. إيه؟ ولي بنكي ضيع شو بتعملوا بضلكم برا؟ أوف بس يعني. لأن مفتاح الجنة الخادم الحقيقة وحده. Go down there, why not go down there?